بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. هذا نداء من الله لرسوله في خط التبليغ لما يريد الله للناس أن يقوموا به. وإذا كان الله يريد لرسوله أن يبلغ شيئا، فإنه يريد لكل من اتبع رسوله أن يتبنى هذا البلاغ. قل لعبادي إذا أردتم أن تعيشوا معنى العبودية التي تمثل الخضوع المطلق لله في كل أموركم، بحيث لا يحس أحد بأن له كلمة أمام كلمة الله، أو أن له موقفا أمام ما يريد الله من موقف. قل لعبادي الذين ليس لهم أي خيار إذا قضى الله ورسوله أمرا في أي شيء من شؤونهم. يقيم الصلاة، فإن الصلاة هي التي تربط العبد بربه. والصلاة أيها الأحبة هي وعي الإنسان لعبوديته لربه في عقله، فلا بد أن يصلي عقلك بحيث يخشع عقلك لله وينفتح على الله. وإذا خشع العبد عقل لله وخضع لله، فإنه لا يمكن أن يحرك تفكيره فيما لا يرضي الله. لذلك للعقل صلاته، لأن الصلاة تمثل معراج المؤمن إلى الله. وإذا أراد العقل أن يعرج إلى الله بفكره، فلا بد أن يختار الفكر الذي إذا عرج إلى الله كان قريبا من الله، قريبا من خط رضاه، وقريبا من مواقع وحيه. ولا بد أن يصلي قلبك. أقم الصلاة في قلبك ليركع، ليكبر قلبك الله، وليسبحه، وليحمده، وليركع له ركوع انحناء العاطفة لله، وليسجد لربه سجود المشاعر لله. لأن القلب لا بد أن ينفتح على الله ليحبه، وليبغض الشيطان، ولا بد له أن يحب أولياء الله ويعادي أعداء الله. وتلك صلاة القلب. وهكذا لا بد لنا أن نقيم الصلاة بأجسادنا،
في كل معانيها وفي كل أشكالها وألوانها ليرانا الله ونحن نقف بين يديه مسبلين أيدينا كرمز للتسليم له في كل أمور. فأنت تسبل يديك لتقول يا رب إني أسلمت إليك، لأنه دليل على التسليم. وهكذا عندما تركع فإنك توحي لله أني أنحني إليك وأمد عنقي بين يديك حتى لو ضرب عنقي في سبيلك. وهكذا تسجد إلى الله ليكون ركوعك وسجودك رمزاً لانحناء إرادتك لإرادة الله. ألا تقول إذا أراد الله منك شيئا أريد غيره، أن تريد ما يريد وأن تسلم لما أمر. ولذلك فإن رمز الركوع هو الطاعة، أن تنحني إرادتك لله في طاعتك لله. وهكذا السجود يمثل الانسحاق أمام الله سبحانه وتعالى، بحيث أن تنحني وتخشع لكل حكم. فلا وربك لا يؤمنون وإن شهدوا الشهادتين حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وبذلك كانت الصلاة في إيحاءاتها لعقلك وإيحاءاتها لقلبك وإيحاءاتها لحركة جسدك ولكل تطلعاتك في حياتك. ولذلك كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي لا تنهى بشكلها ولكن تنهى بعمقها وبكل معانيها. قل لعبادي الذين آمنوا ووعوا إيمانهم وعاشوا الجدية في إيمانهم والمسؤولية في حركة الإيمان، قل لعبادي الذين آمنوا لا يكفيكم أن تعلنوا الإيمان ما لم يتجسد إيمانكم بإقامة الصلاة. ومن هنا إن من لم يقم الصلاة لا إيمان له. لا تعتبروا من يترك الصلاة مؤمنا، لأن الإيمان يحتاج إلى دليل، ودليل إيمانك بربك خضوعك لربك، وعلامة خضوعك لربك تسليم أمرك لربك وركوعك بين يدي ربك وسجودك بين يدي ربك. بعض الناس لا يركعون لله ولكنهم يركعون لبشر من عباد الله، لا يسجدون لله ولكنهم يسجدون لبشر. ولذلك بعض الناس يقولون والله فلان طيب وما يصلي لكن طيب. لا، لو كان طيب فإن علامة الطيبة أن يشكر نعمة ربه، والصلاة هي علامة شكر لله سبحانه وتعالى. من لم يشكر خالقه ومن لم يعترف بجميل خالقه فأي طيبة هي هذه الطيبة؟ وأي آدمية وإنسانية هي هذه الآدمية والإنسانية؟ لذلك على الإنسان إذا أراد أن يعيش إيمانه فإن الصلاة تقف في عنوان إيمانه. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها
وإن ردت رد ما سواها. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا في موضع السر وعلانية في موضع العلانية. المهم أن تنفق. الإنفاق عبادة، ولكنها عبادة من نوع آخر، لأنك تخشع لربك وتخضع لربك فتقدم مالك بين يديك لربك سبحانه وتعالى. وعملية الإنفاق تمثل تحرر الإنسان من الشح والبخل، وانفتاح الإنسان على إنسانية الإنسان الآخر، وعلى أخوة المؤمنين في هذا المجال. وهذان الأمران هما أساس النجاة في الآخرة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. أنت عندما تنفق لا تنفق من مالك، أنت تنفق من مال الله، فالله حملك مسؤولية نفسك عندما أعطاك مالك لتنفق على نفسك وعيالك، وحملك مسؤولية السائل والمحروم لتنفق عليه. ولذلك ما يعطيك الله من مال ليس لك وحدك، بل هو لك ولمن يحتاجك، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قبل أن يأتيك يوم القيامة الذي لا تملك فيه أن تكسب أي كسب فيما تحتاجه في تلك الدار، لأنه ليس هناك مجال للبيع والشراء في الدنيا. أنت عليك أن تبيع مع الله وتشتري مع الله وتتاجر مع الله وتقرض الله قرضا حسنا وتستبشر ببيعك الذي بايعت به كما الله ذكر. أما عندما تصل إلى يوم القيامة بعد يغلق التجارة، بعد ما في اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، انتهى الموضوع. هذا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فبيع بعد ما عندك مجال تنتج، ما أنتجته في الدنيا هو الذي يمثل نتائجك في الآخرة. ولا خلال، ما في أصدقاء ولا خلة، خلة من حيث يعني صداقة، هم ما في صديق، صديقك عملك. ولذلك الأخلاء يومئذ بعضهم، الله يقول الأصدقاء، ما في عندكم أصدقاء أكثر؟ الله يقول الصداقات كلها تتمزق إلا الصداقة القائمة على التقوى، الصداقة القائمة على المنفعة، الصداقة القائمة على الطمع، الصداقة القائمة على الشهوة، الصداقة القائمة على خط الانحراف، الصداقة القائمة على أساس الظلم ومعاونة الظالمين، هذه كلها تتمزق. الأخلاء تتحول إلى عداوة، لأن كل واحد منهم سوف يعمل على أساس يحمل الآخر مسؤوليته. كلما دخلت لأمة، الله يقول بالنار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كل واحد يقول أنتوا الحق عليكم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم الله سبحانه وتعالى بعد ما أعطانا الفكرة، فكرة سبب النجاة وسبب النجاح في الآخرة، الله أراد لنا أن نعرفه في خلقه، أن نعرفه في أسرار عظمته، وأن نعرفه في نعمه. الله الذي خلق السماوات والأرض، تطلع على السماوات بكل ما فيها من الظواهر العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وإلى الأرض وما فيها من الظواهر الكونية، تطلع إليها ثم فكر أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض،
فإذا كانت السماوات كبيرة في وعيك، وإذا كانت الأرض عظيمة في ذهنك، فكيف يكون الله خالق السماوات والأرض؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، وهو سر آية عظمته وآية نعمته. كيف أنزل الله؟ من أين جاء هذا الماء؟ من الذي خلقه؟ من الذي حرك القوانين التي تنتجه والتي تنزله؟ من هو؟ فهو مظهر للعظمة في دقة الخلق، ومظهر للنعمة فيما يمكن لنا أن ننتفع به. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا، وترى الأرض جامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك السفن لتجري في البحر بأمره، من أجل أن تصل بكم إلى مناطق لا مجال لبلوغها عن طريق البر. كيف أن الله سخر كل قوانين الجو والبحر، وألهمكم صنع السفن بأنواعها، وسخر لكم الأنهار لتشربوا منها ماء صافيا، ولتزرعوا من خلالها ما تريدون من زروع، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لا يفتران، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، لا ما سألتموه بلسانكم، آتاكم من كل ما سألتموه بحاجاتكم. فنحن قد لا ننطق بلساننا، ولكن حاجاتنا تنطق بما نريده في استمرار حياتنا. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لأنها تمثل كل ما في الوجود، تمثل الهواء الذي تتنفسون، والماء الذي تشربون، والغذاء الذي تتغذون، والأرض التي تسكنون، وتمثل كل الأجهزة التي تمثل حركة أجسادكم، وتمثل كل الأشياء التي وضعها الله كشروط لاستمرار حياتكم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم يظلم نفسه ويظلم ربه بالمعصية، كفار يكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة، ننطلق من كل هذا من أجل أن نعيش مع ربنا لنعرف ربنا. وقد قلت لكم مرارا، إذا أردتم أن تعرفوا الله فلا تعرفوه في كتب الفلسفة ولا في كتب العرفان، ولكن اعرفوا الله في كتاب الكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. اعرفوا الله بوجدانكم، ومن انفتح على نفسه ودرس نفسه، ومن انفتح على الكون وفكر في الكون، ومن انفتح على مجرى حياته كيف ينطلق من طفولته إلى مماته، عرف ربه جيدا. ولكن مشكلتنا مع الشيطان الذي ينسينا ربنا، والذي يجعلنا في غفلة من أمرنا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون.
أيها الأحبة، كلما عرفنا الله أكثر، كلما أحببناه أكثر، وكلما خفنا منه أكثر، وكلما راقبناه في أعمالنا أكثر، وكلما أطعناه أكثر، وكلما أحببنا بعضنا بعضا من خلال الله، وكلما تعاوننا مع بعضنا من خلال الله في معرفة الله البركة كل البركة، وفي طاعة الله السعادة كل السعادة، وفي محبة الله الخير كل الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والحمد لله رب العالمين.